ودائما مع النشاطات الثقافية، فنانة كرست فنة لدواعي إنسانية وتحديدا لمساعدة جمعية كيدز فيرست يلي تعنى بالأطفال المصابين بمرض السرطان. عم نحكي عن الفنانة التشكيلية رشا خياط يلي افتتحت معرضها الجديد وضم عدد كبير من اللوحات الفنية. التفاصيل كلها من تبع سوا بهالتقرير. عبرت بريشتها عن الحس الإنساني يلي بداخلها، فرسمت مجموعة كبيرة من الصور يلي بتحمل بأبعادها معاني عميقة عن الفن الراقي والحضاري. رشا خياط الفنانة التشكيلية المميزة وضعت رسماتها الرائعة بين أيادي محبي الفن ضمن محل الأول رشا كي يلي افتتحته بالسوديكو سكوير، وبضم عدد كبير من اللوحات الفنية الجميلة. هيدا المحل إنه كم من نهار مفتوح، عملت open house، هو اسمه رشا كي جاليري باي رشا خي ارت. لوحاتي لو بتلاحظوا مليانة ألوان هارمونيس، وحكيت عن الطاقة والفريدم، وهاي الانسبيريشن اللي بحب أعطيها بلوحاتي هي دايما إنه فكرة الهوب and never give up and always go after your dreams. رشا خياط سخرت الفن لهدف سامي، فمن خلال اللوحات يلي عم تعرضها عم بتقدم خدمة إنسانية مهمة. فريع عملها الفني والفكري يعود إلى جمعية كيدز فيرست، الجمعية يلي بتهتم بالأطفال المصابين بالسرطان ويلي كان لهم مشاركة قيمة ضمن المعرض. ما نشكرها بهالمناسبة لرشا، لأنه شخص مثلها موهوب ورسام، يعني عم يقدم كل أتعابه الفكرية لجمعيتنا. هيدي كتير نحنا بهمنا هالأمر. دور اللي عطتنا إياه رشا عطتنا فرصة أنه نفرجي شغل الأولاد للناس، ونقدر نفرجي هيدا الإبداع اللي عملوه قدي مساهمتها كانت قيمة بالنسبة لنا. عندها موفمنت كتير بلوحاتها، وبتحسي في عندها يعني هالمد والجزر اللي عندها اياه، بتحسي فيه دغري. المسيرة الفنية والإنسانية يلي عم بتقوم فيها رشا مستمرة، طالما انه ريشتها رح تبقى ترسم أحلى الألوان. البنت كلها أحاسيس وبتعبر، وكل لوحة يعني معبرة. بشجع دائما، عندها different styles. I love the colors اللي بتستعملهم. بتحسي من عندها من عطفتها، من عندها كتير talent رشا. منتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم الكاتب هشام عادل المشرفي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي. رح نحكي عن اصدارك الجديد والاول. صح. اللي هو بعنوان جيل الخيبه، علامات ورموز واضاءات من سيره جيل مرمي على كواهله. صح. عنوان بخيب لنا ظننا شوي. خليني ابدا بالبدايه، ليش قررت تكتب كتاب؟ انت بتشتغل بمجال التلفزيون بعيد كل البعد عن الكتابه، مش كل البعد بس انه لا، هي يمكن مجال التلفزيون لانك انا بشتغل كبروديوسر يعني وسكريبت رايتر، بحب كثير الكتابه. بس عم تحكي سياسه. ايه طبعا. انا يعني ما بقدر افصل السياسه عن الثقافه، يعني اللي ما الحاله السياسيه هي جزء مش من واقعنا. That's very true. صح. ما فيك تفصلي حاله السياسه عن الثقافه، والثقافه بترتكز بمعظمها على حالتين، على السياسه وعلى التاريخ وعلى الفلسفه. فلما تفقدي هالمعنى بخطك الثقافي
اتفق دي كتير. ونحن بلد ما شاء الله يعني غني كتير بالسياسة وبالتطورات السياسية. لا يهدأ سياسيا. بس مرقنا بخيبات أمل كبيرة. شو عم نحكي بهذا الكتاب؟ شو عم نحكي؟ نحن أنا من الجيل اللي شهد بيروت ما قبل الحرب وبيروت ما بعد الحرب، بالتحديد التاريخ المفصلي 13 نيسان 1975. يعني احنا ظنينا ببراءتنا يعني انه كم جمعه جمعتين بنعمل الوطن اللي بدنا اياه وبتخلص الامور وبنبني الوطن العداله والاستقرار وبنبلش نحضر حالنا نكمل بفلسطين. بس هيدا الجيل مش عم بحاول سخف انتمائه، لا بالعكس كان في كتير براءه بانتمائه وكان في صدق. نحن في امل بالضبط، وكان في الخيبه الكبيره اللي وعينا عليها اطفال نحن هزيمه 67 اللي كنا منتظرين انه نحن بدنا ناخذ ترويقتنا بتل ابيب، اكتشفنا انه تل ابيب صارت عنا. هيدي الخيبه الكبيره ابتدات مع ابائنا. بس هيدي عشتها طبعا، كنت طفل يعني بهالمرحله. ايه قصدي انه اخذت الباك جراوند من حكي الاهل والجيران بركي، ولا طبعا ولا هي شغله اثرت فيك بوقائع رفقتها رفقتها. يعني انا بتذكر بعد منها بسنه بالضبط تقريبا ب 28 ديسمبر 68، من فرنت البيت عندنا لما شفت طيارات الميدل ايست عم تتفجر بمطار بيروت. وكنت معتقد انه هلا بدنا نكمشهم ونجيبهم، اكتشفت انه نزلوا فجروا وفلوا وانه شلومه تاني مرة انتصر على 100 مليون عربي. وبال 75 يمكن كان عمرك 18 سنة، يمكن بدك تبلش دراستك الجامعية. في كتير امال مثلك مثل جيل كتير كبير من الشباب كانوا حاطينا بلبنان، وللأسف صارت الخيبة. من هيك عنوان الكتاب جيل الخيبة. بس انا بقول انه الخيبة مش دايما هي حسرة بمقدمة الكتاب. هيدي الخيبة علمتنا نفوت على حالنا اكتر، نعمق اكتر. حتى يعني أنا بفصول الكتاب حاكي شو غيرت حتى بذوقنا الموسيقي. هيدا الجيل اللي طور الأغنية الملتزمة، يعني الأغنية السياسية سميت، أنا بسميها الأغنية الملتزمة. من يعني بالوقت اللي كان العالم العربي يعني الشيخ إمام سمعوا فيه بمصر بعد 11 يناير، بينما نحن سمعنا بالشيخ إمام من 68 ببيروت. واجت تجربة مارسيل خليفة وأحمد قعبور وخالد الهبر، المسرح المسرحيين الجدد طلع المسرح من إذا بدك من برجوازيته ليفوت لأكاديميته بخلال الحرب. يعني عم نحكي بالكتاب عن الخيبة اللي ولد يلي عشناها نحن كجيل بالزبط. او جيلك انت لانه انا كتير صغيره. عم نحكي عن تاثيرها على باقي نواحي مجتمعنا طبعاً. كان الفنيه المسرحيه الموسيقيه وسياسيا. بعدين حكي انا في محل كتير مهم اللي هو الفصل، عامل اربع شخصيات اثروا علينا اثروا علي انا. مين وهودي ما بعممهم على الكل، وانا كتبت قبل هول الاربع شخصيات انه هول اثروا علي، مش ضروري اثروا عليكي ولا عليك. يعني بدنا نقول اصلا هيدا منه كتاب تاريخي، منه كتاب توثيقي، هو كتاب بيسرد تجربه شخصيه. صح صح. وين الشخصيه؟ مين هن هالشخصيات؟ اول شخص هو زياد رحباني، الثاني كمال جنبلاط، الثالث وليد جنبلاط، والرابع رفيق الحريري. واذا لاحظت اخذت اثنين ما قبل ال 75 سائبوا هيك، واثنين ما بعد ال 75، والرابط بيناتهم كان زياد، يعني لانه الله يطول بعمره يعني بعده موجود. بس هول اربع اشخاص شو عملوا؟ مش فيي، بجيلي. يعني لما انقطع زياد بال 75 من المنطقه لاجى لهون، يعني عمل برنامج مع جان شمعون بعدنا طيبين قول الله، الساعه 9 وربع كانت تقف الجبهات ليسمعوا زياد رحباني. موسيقته اللي دخلت على حياتنا بكلمه مختلفه وبلحن نبض جديد، وبصراحه ما كنا بنعهدها بالامور الفنيه. يعني وكان الى حد ما رمز انه خروجه عن البلاط الرحباني كان في رمز فيه لزياد بهالمعنى هيدا. طبعا كمال جنبلاط هو انا بالنسبه لإلي هو تجربه فكريه عقائديه مهمه، يعني بمشروع الحركه الوطنيه اللي كان بوقتها شكل مفترق خطير بسياسه المعلم اكزاكتلي. فما ان واسم كيف يصبح القائد معلما،
هيك عملت له فصله. وهو كان بيشكل يعني خليط كتير مهم، هو أكثر دعاة العلمانية وهو رئيس طائفة درزية سياسيا، هو أكثر المدافعين أو المناقدين للماركسية، وبنفس الوقت هو من أشرس الناس بوجه الرأسمالية، كلاسيكي بالشكل، ثائر بالمضمون. إنه هالشخصية الكونترافيرشل الجدلية حفزت كتير مجموعة من الشباب، خاصة لما ترأس حركة وطنية مختلفة عن أي حركة موجودة في العالم العربي. طيب بتعتقد الناس يلي ما بيوافقوك الرأي رح يقروا الكتاب؟ يلي ما بيعتقدوا أنه زياد الرحباني وكمال جنبلاط وليد جنبلاط ورفيق الحريري عملوا بصمة بركي بحياتهم؟ أنا قلت أساساً it's something هذا شيء شخصي. بس سوري، بس قبل عن الرئيس رفيق الحريري. الرئيس رفيق الحريري، يعني أنا بقول شغلي أنه أنا وعيت على بلدي، يعني لما رحت درست بأمريكا لما اجوا قالوا لي بدنا نركب لك تليفون، عم بتضحك، صرت فكرت عم يمزحوا معي. بلد ما فيها خدمات، بلد ما فيها سيرفيسز، فجأة بال 91 92 ابتدى مع الرئيس الحريري. انا ما عم بحكي هون بالمعنى السياسي، عم بحكي بالمعنى الانمائي. اللي هي من خلاله بنى الرئيس الحريري رؤية شاملة بمفهوم الدولة وعلاقة المواطن مع الدولة. هلا يمكن في ناس بدهم يوقفوا موقف سي، انا عم بحكي كمواطن. اللي هي رئيس الحريري كان منفتح على الجميع، انمائيا وحياتيا، ومش بس عمر بشر، عمر حجر، انشا بشر. صح. من خلال المنح والمنح التعليميه وهون مني انا بموقع البروباغندا السياسيه، انا عم بحكي حتى بالكتاب مش دائما كله بوزيتيف بحكي. يعني رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري، اهميته انه حدد مفهوم جديد للحياه السياسيه، وحدد مفهوم جديد لعلاقه المواطن بالدوله. نحن بنقعد نتبجح ولا رحت على اوروبا وعطوني كذا وعطوني كذا، طيب انت شو عم تعطي دولتك؟ وبالمقابل السيرفيسز هي خدمات، يعني العلاقه الحديثه بين الدولة، خدمات قصدك متبادلة بالضبط، يعني ما بدنا ننطر بس من الدولة، نحن كمان بدنا نعطيها بالمقابل. مفهوم الحديث لعلاقة المواطن مع الدولة ابتدى يرسيه رفيق الحريري، وأثبت لهم إياه من خلال إعمار الأسواق، من خلال تصفيت مئات وآلاف الكيلومترات. وكان منفتح على الجميع، يمكن مثل ما قلت يمكن علم بشر كمان، لأنه هالمنح التعليمية كانت توصل لجميع اللبنانيين بدون تفرقة بين طائفة أو أخرى. وبعرف أنه بدون في ناس بدون، كنت عم تسأليني إذا بدون يكون أنه أنا بتمنى يوقفوا ضدي أو ينقدوني، لأنه ما بيصير التفاعل غير لما يصير في اختلاف بالرأي الذي لا يفسد في الود قضية، وما في شيء بيصير. يعني كل هالعالم هيدي وجهة نظر خطيرة عم بتقولها. هلا مش كل العالم تفهم الاختلاف الرأي. الاعتراف بالرأي مش دايما بياخدوه انه هو رأي اخر او رأي ما بيوافق رأيك، هو دايما بتركب جبهتين وبتصيروا الاوسع بهاد. بس التطور الحقيقي، انا اليوم غير ما انا بالسبعينات، يعني انا بالسبعينات كنت بموقف عقائد سياسي ما، اليوم انا تقبلت الاخر. اليوم أنا بقرأ كتاب بول عنداري، وبقرأ كتاب تجربته كمقاتل من الطرف الآخر، بقرأ كتاب مثلا عن تجربة السبت الأسود اللي عملها جوزيف سعادة، عامل كتاب عليها، وما بقرأها بنفسية الحقد، بدي أشوف الرأي الآخر. أنا لحتى أقرأ بتجرد، تجرد أنت عم تقرأ، صح، بتتقبل الرأي الآخر. اثنين، أنا بدي أشوف اثنين، والنقاش هو اللي بيولد كل شيء. رجل ومرأة متناقضين بيعملوا حياة بوزيتيف ونيجاتيف، يعني بتتقبل الرأي الآخر. أكيد. شو ما كان بتناقش مع الشخص حتى لو في اختلاف بالرأي والانتماء، وبحترم السياسي. رأيه كمان مش بناقشه، وبحترم رأيه لأنه في تاريخية بالرأي ما فيك تطلعي منها. الخيبة يلي عم تحكي عنها هي خيبة يمكن مش بس شملت الأشخاص يلي، يعني من خلال حديثك عرفنا الخط السياسي يلي بتنتمي له، بس يمكن هالخيبة كمان شملت الطرف الآخر. أكيد أكيد، لأنه أكيد لبنان يمكن للأسف شفناه بصورة ما كان بدنا نشوفه. أكيد فيها. حتى يعني الطرف الآخر، حتى نكون يعني الطرف الآخر اللي كان يمثل سياسيا كطرف مقاتل بالقوات اللبنانية، اليوم بتقري شو بيكتبوا هودي الناس، ما بتختلف خيبتهم عن خيبتنا.
مشروع الحركة الوطنية اللي كان بوقتها عم بيحاول يبني البلد العلماني المتساوي ما كان في خلاف بالرؤية عليه بال 75 76. الخلاف كان الأكبر هو إنه هل لبنان رح يبقى وطن ولا لا. من هيك أنا دائما بقول هالكلمة بين الواقع المنظمات الفلسطينية وبين واقع الطمع الإسرائيلي وبين واقع نتائج حرب 73 السورية وقع بمثلث جهنم لبنان ما عاد في يقدر يطرح مشاريح بل تطرح عليه مشاريح. أي حقبة بتجسدها الخيبة اللي عم تحكي عنها؟ يعني هي طبعا ما تلا 1990 91 ابتدينا نتأمل ببناء الوطن الجديد. أول شيء لغاية أنا برأيي بعد ما تبينت معالم الحكم القادم بين لنا أنه ما في شيء تغير. يعني بعدنا عم نعيش خيبة ورا التاني. أنه لما بلشت الحرب جوال بلشت الحرب بال 75 وما اتفقوا على الوثيقة الدستورية. مزبوط. طلعت بال 89 دولة الطائف غيروا الاسم بس. وهلأ الفراغ اللي عم نعيشه مش خيبة. غيروا الاسم بس. مع هذا وكله قبلنا على أساس أنه كان في أمل. نحن وصلنا لمرحلة لأنه عطانا أمل. Exactly. بلنا. طائف. هلأ تقريبا المراحل بتتغير عناوينها بس مضمونها هو ذاته. يعني بنتأمل بشيء بنحط له عنوان بعدين بتجي الخيبة. بنرجع نتأمل بشيء تاني بنحط له عنوان تاني مختلف بعدين بتجي الخيبة. صحيح. نفس الشيء يعني. صحيح. وصولا لأي متى؟ وصولا لهلأ آخر خيباتنا الكبيرة. أنه الفراغ اللي صار. يعني أنه بلد بدون رئيس جمهورية. حكي عن ثورة الأرز؟ أكيد حكيت عن ثورة الأرز أكيد. وحكي في فصل ربيع العرب بلا أزهار مسميه أنا. بلا أزهار. يعني هيك في شوي سوداوية في شوي تشاؤم عندك. بس إنه شو النتيجة أنا بالنهاية. This is my opinion. This is my مش عم بعمم رأيي. لا أكيد. هيدا نرجع منقول هيدا بالنهاية تجربة شخصية هالكتاب منه توثيق منه تاريخ. إنه رأيك بعتقد بينطبق على كل الناس بمختلف توجهاتهم لأنه كل واحد بمطرحه بموقعه برأيه السياسي عم بعيش خيبة ما فينا ننكر يعني. يعني ما عليه يعني بغض النظر مع او ضد اللي صار بسوريا مثلا انه كتب احمد شوقي قصيدة نكبة دمشق لانه الفرنسيين قصفوا دمشق. هلا كم قصيدة بده يكتب احمد شوقي عم نحكي عن الناس عن الاطفال والنساء والعجز. ثورة مصر يعني ان شاء الله يا رب هالاستقرار اللي عم بيصير هلا انه يعمل استقرار بمصر. بس يعني بأقل من سنتين غيروا رئيسين لأنه ما في وعي. ما زال جبت سيرة سوريا شو رأيك بالانتخابات اللي صارت مبارح؟ يعني خايبة؟ بتسوي مش أكتر من خايبة لأنه الاستخفاف بذكاء الناس. أنا قد ما استخف يعني ممكن تغفري لي كل شيء أنه استخف بذكائك وبشخصيتك. هذا استخفاف لشخصية المواطن العربي لشخصية المواطن الدولي. يعني انه نص الناس برات ارضها نص البلد مهدم ما بدي اعرف وين حطوا الصناديق بسوريا لحتى يصوتوا. على اشلاء العباد حطوه عنا. على اشلاء العباد يعني 80 قتيل امبارحة هدية الانتخابات. نعم هذا غير طبعا ويمكن الشهيد اللي سقطوا قبل. ومع العلم انه بسوريا نهار واحد للانتخابات نحن عنا بلبنان عينوا نهارين. دائما عنا تنزيلات نحن تعديلات بركي. طيب اي متى برايك رح نظهر من هالخيبه؟ يعني بتشوف بالمستقبل القريب؟ طبعا انا في فصل اخير اسمه اضاءات. هات لنشوفه اضاءات. يعني هي المنطقه على يعني شو بتركز؟ ايه في امل طبعا. هي المنطقة اللي طلعت كاتب مثل نجيب محفوظ لياخد نوبل واللي طلعت شخص مثل أمين معلوف لياخد جوائز كبير مثل البونكور والأكاديمي فرانسيز واللي طلعت الرحابنة وطلعت فيروز وإدوارد سعيد. إدوارد سعيد المهم اللي قال إنه بالموسيقى نقدر نعمل لقاء بين الطفل اليهودي والطفل الفلسطيني. واختصوا بيقول أنا بختصر لغات المؤتمرات بسبع حروف موسيقى. نحن لما يبلش الوعي
للتاريخ بنقدر نبني مستقبل. أنا قلت أنا كتبت هذا الكتاب حتى بكرة أولاد خيي لما بدهم يسألوني شو صار في عندهم شيء يعرفوا تجربتي. إذا صح أو غلط هذا موضوع تاني. هي تجربتك وأنت بالنهاية هيك شفت الأمور وفي مسار تاريخي مشيوا فيه. عم نشوف يعني الكتاب غني كتير، في كتير صور، في كتير مراحل، فإذا أنت تناولتها. توقيع الكتاب رح بيكون بكرة 30 بكرة. الشهر بكافي يونس بالسوديكو سكوير بتمام الساعة 6 بعد الظهر، من 6 ل 8 من الساعة 6 يعني الدعوة مفتوحة، لأنه أنا اكتشفت لما بيبقى الواحد بيعرف كتير ناس أكيد في نقاش إيه. يعني خلال توقيع الكتاب إن شاء الله لازم أكيد. يمكن العالم تحتدفعج الحشرية أكتر كمان، إذا هالأشخاص عم بيتابعونا يجوا كمان يمكن يسردوا لك تجربتهم الشخصية إيه. ليش لا يعني، وأنا بدعي لكل واحد من جيلي اللي مرق وقادر يكتب وقادر يكتب إنه اكتب كتير. بكرة بينبسط حفيدك أو ابنك لما بده يقرأ انه انت شفت فيروز على المسرح عم تعمل مسرحيات بالبيكاديلي، البيكاديلي ما عادتش موجوده، وانت شفت اخر العظماء اللي مروا ان كان دوليا او عربيا او لبنانيا، وانت اللي سمعت منصور الرحبين عم بيلقي الشعر وشفت نزار قبين عم بيلقي الشعر. لما نبلش نحن ننقل لهي الناس، انا ما بدي انقل لجيل جاي. بس انت باخر فصل اضاءات عم ترتكز على ناس مرقوا عطوا للبنان وعلى الوطن، مش عم ترتكز على اشياء انيه. لا قلت على ناس جايين كمان، حكيت مثلا قد عبد الرحمن الباشا انا بشوف حالي فيه، قديش بشوف حالي ببشاره الخوري، الله يرحم وليد عقل يعني، بس وليد حوراني ستيل اسم عم بيلعلع يعني. انا بشوف ماجد الرومي نقطه اضاءه بحياتنا، يعني قديش بتحكي وبتركز الموسيقى بحياتنا. مثل ما قالت الموسيقى يمكن هي فعلا لغه حضاريه بالنهايه، بركي ل هيك شايف ادوار سعيد اصلا من خلال الفن، هيك شايف ادوار سعيد اساسا. نعم حلو كتير الكتاب وحلو الحديث معك. Thank you. هو اول اصدار لك، ان شاء الله بنرجع نلتقي باصدارات جديده ان شاء الله. ان شاء الله تحكي عن امل لقينا وصلنا له، حلمنا فيه ورجعنا حققناه. اهلا وسهلا فيك الكاتب هشام عادل مشرفيه. بذكر انه توقيع الكتاب بكره بمقهى يونس الساعه 6 بعد الظهر، صدكو سكوير صدكو. الف مبروك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو شكرا على استضافتكم. اهلا فيك. بريك نرجع نتابع اخبار الصباح.